الرحمن الرحيم. أبعت رسالة إلى أخي وأخي الشعب الكويتي الحر، أخونا الشيخ أحمد نواف. أبو نواف، الله يحفظك ويحفظ والدينك وولي عهدنا الشيخ مشعل الشعبي. أرجوك يا شيخ أحمد نواف، أرجوك تكفى، الكل يعني منتظرك إنك تصلح الديرة وتعاقب وتحاسب الفاسدين اللي دمروا الديرة. أرجوك تكفى، نبي رجال دولة، نبي رجال دولة أمثال ولد عمك الشيخ طلال الخالد، هالرجل الطيب المحبوب المتواضع اللي قلبه على البلد، ما يخلي شاردة واردة اللي قاعد يحاسبها، ما يخلي مكان وما يدش ويروح يراقب ويحاسبهم. أرجوك تكفى يا شيخ نواف، يا أحمد نواف، يا الحبيب، أنت ديدنك ما يحتاج، ومعدنك وتربيتك عرف مخافة الله وإصلاح البلد ومحاسبة المقصرين. تكفى ترى قلوبنا، قلوب أهل ديرتنا على ديرتنا، وعسى الله يحفظكم والله يديمكم وديم أمثالكم، ونبي رجال أمثال أخونا الشعبي الوزير الشعبي طلال الخالد، والله يديمه والله يحفظه إن شاء الله. وشاكركم من سأل عني، من اتصل فيني، وإن شاء الله طالما احنا موجودين إن شاء الله إن قلبنا على ديرتنا وعلى هالديرتنا. ومع السلامة، وشاكركم.